هاي، ازيكم يا حلوين، معاكم مريم الجميل. في الفيديو ده انا هعمل ريكرييت للوك شفته على بنترست، سموكي اسود، اول مره في حياتي اجربه. طبعا انتوا عارفين انا مش ميك اب ارتست، بس حابه اجرب اشكال جديده للاي شادو على وشي. انا اوريدي حاطه فاونديشن وهبدا معاكم بخطوه الكونسيلر. الكونسيلر هحطها في الاماكن اللي انا عايزاها تعمل الهايلايتنج وتبقى بارزه، فحطها زي ما انتوا شفتوا تحت عينيا، فوق عند قرتي ما بين الحواجب، وفي المناطق اللي فيها احمرار عندي عند حوالين المناخير وتحت عند دقني، وبعدين هدمجه بالبيوتي بلندر. نوع الكونسيلر من وايكن، وهكتب لكم كل البرودكت في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. بعد ما هخلص دمج هبدأ دلوقتي احط شادو، هحط لون انتقالي من هدى بيوتي جاي على اورنج شوية. هستخدم فرشة الدمج الكبيرة شوية. اللون الانتقالي هحطه على الجفن المتحرك وبداية الجفن الثابت اللي هو عند العظمة بتاعت الجفن الثابت، وبعدين بقلم حاد شوية هستخدم لون اغمق وهحطه على الجفن المتحرك بس. طبعا مع نهاية اللوك انا هبتدي اقول لكم ايه الاخطاء اللي انا ممكن اتفاداها المرة الجاية. ده مثلا واحد فيهم، ان انا محتاجة قلم يبقى انعم شوية او فرشة تبقى انعم شوية ما تبقاش ناشفة. دلوقتي انا هدمج اللون الجديد اللي هو الغامق مع اللون الانتقالي القديم بفرشة ناعمة شوية. طبعا انتوا شايفين قد ايه الالوان حادة ومش مدموجة كويس، فهاخد وقتي في ان انا ادمجهم مع بعض. طبعا خدي وقتك، ما تقلقيش لو انت لقيتي الالوان صعبة كده، حاولي تاخدي وقتك فيها قوي. وبعدين هستخدم كحل عادي هحطه على الجفن المتحرك، قلم عادي هحدد بيه. طبعا زي ما انتم شايفين القلم ده مش غامق قوي، سواده مش فاحم قوي، فهيفرق معاكي لو استخدمتي قلم سواده فاحم اكتر. وبعدين هدمجه بفرشة، هدمج الكحل ده بفرشة، وهعمل كده كمان للعين التانية. البنات اللي بتسأل على نوع عيني، انا عيني مسحوبة من الاخر مع تبطينة خفيفة خالص من الاخر، يعني هي مش مبطنة تبطين كامل، لا تبطينة صغيرة خالص فيها مساحة من قدام للاي شادو. يعني لو خدتوا بالكوا انا من بداية خطوة الاي شادو لبست عدسات اللينسز اللي انتوا شايفينها دي من ايوا، هكتب لكم نوعها وكود الخصم بتاعي، هتاخدوا عليه 15% برضو في الديسكريبشن بوكس. بعد كده هحط شادو اسود من اتود هاوس، هوزعه بفرشة مسطحة على الجفن المتحرك بس. هطبق نفس الموضوع برضو على العين اليمين والشمال. بعدين يا بنات، فاكرين الخطوة اللي دمجنا فيها اللون الغامق مع الفاتح؟ هنعمل نفس الموضوع، هنمسك اللون الغامق يعني هنحاول ندمج الشادو الاسود بالالوان الانتقالية واللون الغامق اللي كان موجود قبله. بعد كده بكحل تاني اسود اكتر شوية هحط على حد الرموش السفلية او على الرموش السفلية، وبعد كده هبتدي ادمجها بفرشة رفيعة شوية. بعدين هحط شادو برضو اسود على تحت الرموش السفلية نفس اللون اللي حطيته فوق، وبعدين بفرشة فلات شوية هقوم حاطة من الشادو البني اللي انا حطيته قبل الشادو الاسود، هوزعه برضو تحت الرموش السفلية. وبعدين هقول لنفسي ايه يا مريم العك اللي انت عملتي ده، بس بعدين هقول كل مشكلة وليها حل في الميك اب، لان في حاجة اسمها كونسيلر او خافي عيوب هستخدمه على ان انا هحدد وهشيل الزوايد والحاجات التقيلة. كمان خلوا بالكوا انا مش بس مسحت من تحت، كمان من فوق زاوية العين من فوق اللي هي تحت الحاجب شلت منه شوية وخففت برضو بالباودر، فهتلاقوا الشكل اخف. هستخدم لون شمالي هحطه فوق الاي شادو، وهتلاقوا ان الاي شادو دلوقتي خف لونه، ما بقاش اسود قوي، بقى اسود باهت شويه، فده راجع لك انت عايزه الاسود يبقى حاد او عايزاه يبقى اقل حده، راجع للالوان اللي انت حابه تستخدميها. وبعدين هستخدم الماسكارا دي من ديبورا،
احط منها كذا طبقة، بس هي كانت ممتازة قوي على رموشي. وبعد كده هحط برونزر من كيكو، هبتدي احدد كده زي الكونتورينج، بس هو برونزينج بس مش كونتورينج قوي. احدد بيه عظم وشي، بحب كمان احدد مش بس خدودي وقرتي، لا كمان دقني، عشان تبقى يعني مرسومة. وبعد الخطوة دي هبدأ بقى احط بلاشر. بعدين الخطوة اللي انتوا شايفينها دي، انا بحدد شفايفي بالكونتور، يعني بعمل كونتورينج لشفايفي بحيث انها تبان كأني كده عاملة فيلر او كأنها بارزة ومقلوبة، متبقاش مسطحة كده فلات زي ما انتوا شايفينها من فوق. فحددها من فوق، مش هعمل التحديدة لاخر شفايفي خالص، لأ، بس يدوب من فوق كده، وبرضو في حدود شفايفي من تحت، ومش هدمجه. ولو خدتوا بالكو انا مش ماشية على الخط، انا ماشية فوق الخط بتاع شفايفي على طول، بس مش بعد بعيد، يعني فوق خط شفايفي على طول، محددة بالكونتور. دلوقتي بقى فقرة البلاشر، هستخدم بلاشر ده على اورنج من اتود هاوس، هحط منه حاجة بسيطة خالص عشان ميك اب مش مستحمل قوي، وهحط برضو شوية على مناخيري عشان يبان شكله كده كأنه ساند كيست. الخطوة دي انا بحط هايلايتر برضو من كيكو. بنات انا في الاخر هصور لكم كل المنتجات اللي انا استخدمتها في اخر الفيديو عشان تاخدوا منها سكرين شوت وتعرفوا شكل البرودكتس اللي انا استخدمتها ايه، غير انها في الديسكريبشن بوكس هكتب لكم برضو اساميها بالتفصيل. وبعدين نيجي لخطوة الروج، هحط الروج ده من فلورمار، تحفة زي ما انتوا شايفين، ناعم وشكله بيدي كده ايحاء كأنه مخمل، ولمعته جميلة مش تو ماتش. وبعدين كخطوة أخيرة هأكد على الماسكارا عشان شكلها عايزة شكلها يبقى دراماتيك أكتر، فوانا بحطها هيدخل منها شوية جوه عيني وهيبقوا تحت اللينسز. اكتشلي أنا مش هقص حاجة من الفيديو لأن أنا عايزة أوريكم الاستراجل، وإنه عادي أنا بعمل أغلاط في الميك اب بس بحاول أصلحها، يعني خطوة بخطوة بنشوف مع بعض إيه الأغلاط اللي أنا عاملاها. هصلح اللي حصل، هعالجه بمنديل، وبعدين هوصل للوك النهائي اللي انا كنت بعمله ريكرييت على بنترست. مش عارفة اذا كان قريب منه ولا لا، انتوا قولولي رأيكم في الديسكريبشن هل هو قريب منه. طبعا السواد مختلف لان الالوان اللي استخدمتها مختلفة شوية، في اخطاء، محتاجة اجيب فرش انعم واصغر لعنية وتبقى اطرى شوية، ومحتاجة اعمله بطريقة اخف شوية، يعني ايدي تبقى اخف شوية وانا بعمله. الميك اب ده كنت عاملاه لنوراش تشالنج مع مجموعه من البلوجرز، وحاطه الفيديو على انستغرام، فتابعوني على الانستغرام بنفس اسمي مريم الجميل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتي، وسيبوا لي تعليقاتكم على اللوك ده، وشايفين ان انا نجحت ولا لا. وزي ما قلت لكم هحط لكم صور البرودكتس اللي استخدمتها في اخر الفيديو. شكرا لكم يا بنات، بحبكم جدا، باي باي.